تمام اوكي. طيب نبدا بقى نتكلم على الاجتماعات وانطلاقه الاجتماعات وكيف بدات اجتماعات تاسيس النادي الاهلي وتاريخ بدء تاريخ النادي الاهلي من خلال الاجتماعات الرسميه للمؤسسين. طيب احنا زي ما قلت قبل كده دايما احنا كان لينا مع الاستاذ سعيد ومعاك ان احنا قلنا من الاول مرحله التاسيس هتطول معانا شويه. بالظبط. ليه؟ انت بعد كده هتتكلم عن تفاصيل سهله. اصعب فتره في النادي الاهلي واللي خلت الاهلي وصل لهذه القيمه اللي احنا بنتكلم عنها هي السنه الاولى والمحاضر الاولى والاشخاص المؤسسين والظرف الزمني اللي تم فيه تاسيس النادي الاهلي. ومين هم؟ علشان كده ناس كتير قوي تستغرب انت ليه بتستطرد كتير في الحديث عن هذه الفتره؟ لان النظام المؤسسي اللي عايش فيه النادي الاهلي واستمر لغايه النهارده دايما بيضرب بالنادي الاهلي المثل في الكيان المؤسسي. تمام. فعشان كده احنا كان لازم ندوس شويه في فتره التاسيس والظرف الزمني والاشخاص ونقول مين الاشخاص. لان اللي هتقرا في تفاصيل المحاضر هتشعر بفخر كبير جدا ازاي ليه الناس دي اشتغلت بهذه الطريقه. طيب اول الناس اشتغلت بالطريقه دي. تمام. عشان هم دول مش حد تاني. تمام. لان ناس تانيه ما كانتش هتشتغل بهذا الشكل وبهذا النظام. انا معانا النهارده صوره اول محضر للنادي الاهلي. تمام. ده اول محضر للنادي الاهلي قبل ما نتكلم في تفاصيل. الاستاذ سعيد جايب اول محضر او تاني محضر للجنه الاولمبيه المصريه. ده محضر النادي الاهلي باللغه العربيه. ده بتاريخ 24 ابريل 1907. احنا مش هنتكلم في تفاصيل لسه. تمام. نتمنى نعرض دلوقتي ده صوره المحضر. في صوره تانية بقى اللي محضر اجتماع اللجنه الاولمبيه هنشوف الفرق بين الاثنين اللي اتعمل في نفس الفتره. تمام. 1910 او 11 هتشوف الفرق الشكلي. هنا المحضر المحضر هنا باللغه الفرنسيه لكن محضر النادي الاهلي باللغه العربيه. وهذه ليها دلاله وطنيه في منتهى الاهميه. محضر اللجنه الاولمبيه باللغه الفرنسيه والمحضر النادي الاهلي باللغه العربية. ليه النادي الاهلي حريص على محضره باللغه العربيه؟ لان النادي الاهلي طالع في وقت المناداه بتمصير كل شيء. هويتك اساسها لغتك العربيه. كان كل المؤسسات تحمل اسماء اجنبيه وكل المخاطبات باللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه. السلطات البريطانيه باللغه الفرنسيه، معظم المؤسسات باللغه الفرنسيه لان دي كانت الثقافه السائده. فلما النادي الاهلي يبقى حريص على انه محاضره باللغه العربيه مش بالفرنسيه، وكلهم ثقافتهم فرنسيه على فكره ما عدا واحد، ما عدا محمد باشا، ده ثقافته انجليزيه. فلما يطلع في الوقت ده المحضر بالشكل ده، ومحضر اللجنه الاولمبيه اللي اتعملت بعد تاسيس بعد النادي الاهلي بثلاث سنين باللغه الفرنسيه، فتعرف الفارق بين النادي الاهلي وبين اي مؤسسه ثانيه، حتى اللجنه الاولمبيه اللي كان رئيسها حين التاسيس عمر طوسون، الامير عمر طوسون، بس كان معاه بولوناكي اللي هو المؤسس الحقيقي، كان في بعض الرموز. هنا الدلاله المهمه جدا. احنا قعدنا نحارب كتير جدا في اللجنه الاولمبيه الدوليه مصر واحمد دبلاش شوني عشان تعتمد اللغه العربيه كلغه رسميه في اللجنه الاولمبيه الدوليه، دي اهم مؤسسه دوليه. حاربنا في الاتحادات الدوليه زي في الفيفا والاتحادات الرئيسيه عشان ندخل اللغه العربيه فيها. كانت حروب جامده. ليه؟ انت بتحافظ على هويتك الوطنيه. تمام. الهويه تبدا من اللغه. ما هو ده نفس اطار المشروع اللي اتكلمنا عنه. هل انت كنت بتنشئ نادي رياضي ولا بتعمل نادي في اطار مشروع وطني قومي في الزراعه وفي الاقتصاد وفي الجامعات الزراعيه وفي التعليم، انشاء الجامعات لا، انت اللي احنا شايفينه من قراءه هذه الاوراق انك بتعمل مشروع. الاهلي انشئ في اطار مشروع وطني. لانه انت كمان انت ياما كنت بتاكل القوى الوطنيه وقياده مصطفى كان بتنادي بتعريب المناهج، لان المناهج كانت باللغه الانجليزيه. بالزبط. كلها فقادوا حرب مهمه جدا، وكان من اسبابها تاسيس الجامعه المصريه، الجامعه الوطنيه او الجامعه الاهليه المصريه، عشان يواجهوا عملية التغريب ده أو طمس الهوية المصرية. ففي الظرف ده يطلع النادي الأهلي ويطلع الرموز دي الجامدة جدا، والمحاضر باللغة العربية ومفيش محاضر باللغة أجنبية. كان بداية تمصير الرياضة المصرية، بداية حرب طويلة المدى أو نضال وكفاح ساهم فيه رموز كتير جدا من النادي الأهلي ومن غير النادي الأهلي الحقيقة في عملية التمصير ده، لأن كان مشروع وطني تمصير المؤسسات.
تمصير المؤسسات. في نقطة مهمة كمان في النقطة دي، أنت كل قراءة لتاريخ النادي الأهلي بالوثائق والأوراق ومحاضر مجلس الإدارة بتديك بعد وطني مختلف. معلش نقطة أن ده يكون بالعربي في وقت جميع الوثائق بتكتب باللغات الإنجليزية أو الفرنسية، ده بيقول لك بوضوح أن تأسيس النادي الأهلي جاء في إطار مشروع وطني يتم فيه بناء مؤسسات موازية للكيانات الإنجليزية. وفي نفس الوقت احنا قلنا الحلقة اللي فاتت إيه، الناس دي وهي بتعمل الكلام ده حافظت على الهوية الوطنية المصرية في محيطها العربي والإسلامي، بأن كل اللي عملوه كان ماشي في طرف هذا الإطار. ورثوا كمان، ورثوا هذه الثقافة يعني، ورثوها للي بعد. هل تعلم أن محاضر اللجنة الأولمبية المصرية فضلت تكتب باللغة الفرنسية والمخاطبات كلها وكل المحاضر إلى 1934؟ صح. تم عملية تمصير اللجنة الأولمبية والمحاضر، هذه العملية تمت في النادي الأهلي. هو فعلا أول اجتماع للجنة الأولمبية كان في مقر النادي الأهلي؟ أول اجتماع بعد التمصير، بعد التمصير بعد 24 سنة من التأسيس. كان في النادي الأهلي الاجتماع، وكان كانوا معظمهم تقريبا من أبناء النادي الأهلي. يعني الجيل اللي اتكلمنا عليه من شوية ده ورث دي، يعني حتة أن أنا بكرس لمسألة اللغة ومسألة التمصير وكده. اتعمل اجتماع في النادي الأهلي أعلن فيه أول لجنة مصرية خالصة لأن ما فيهاش أجانب وباللغة العربية، المحاضر باللغة العربية، وكان فيها بقى ناس زي أحمد حسين باشا كان رئيس النادي الأهلي، جعفر والي باشا. المحضر ده موجود في متحف اللجنة الأولمبية المصرية، موجود عندنا هنا. لو المحضر موجود عندنا جابه السعيد قبل كده، أنا جبته قبل كده ياريت يجيبوه، لأن ده محضر في منتهى الأهمية. هو بيقول لك النادي الأهلي محافظ على خطه وهو اللي متصدي أو متصدر عملية التمصير المصرية، التمصير هو اللي قايم بهذه الرسالة وقايم بهذا الدور كقاطرة بتقول الرياضة في هذا الإطار المهم يعني. طيب تقدر تقول لي في الخمس دقايق المتبقيين من الحلقة ومن الفقرة كيف بدأ أول اجتماع؟ طيب عشان خاطر أنا هقول قراية سريعة لأن أول ثلاث محاضر مرتبطين ببعض. تمام. فإن شاء الله إحنا خلاص إحنا بنخش بقى في تاريخ النادي نفسه دلوقتي. تاريخ النادي ده والبداية. طبعا. بص حاجة. هو هنا أشار في هذا المحضر لحاجتين. ودول أهم حاجتين أنا عايز أتكلم فيهم. أشار لتعيين حضرة محمد أفندي شريف سكرتير للجنة بمهية شهرية قدرها 6 جنيهات مصرية من يوم، قال كده في المحضر، 8 أبريل 1907. هو صورة محمد أفندي شريف معنا ويمكن خد البكوية بعد كده. في حاجتين مهمين قوي. أولا بيؤسس اللي احنا قلناه قبل كده، ان كان في جلسه في 8 ابريل، الجلسه اللي هي عاوزين نعمل نادي وناخد موافقات. ده محمد افندي شريف. محمد افندي شريف اول موظف باجر في تاريخ الاهلي، اول موظف باجر في تاريخ الاهلي. محمد كان محامي صغير مع عمر لطفي، واصبح بقى عمر بيك لطفي، واصبح بعد كده خد البكويه في العشرينات. ده بقى الفكر، ده يعتبر اول مدير للنادي الاهلي. خد بالك اول مدير، فكره المدير يعني، خد بالك من الفكره، بيمارس الاعمال، بيمارس اعمال اداريه وينفذ قرارات مجلس الاداره. هي دي ليها دلاله بقى مختلفه شويه، انك من اليوم الاول بتحط نظام، بتحط اساس، بتعين موظف يدور الاستراتيجيه المجلس بالظبط كده. دولاب العمل هيمشي ازاي؟ جايب واحد علشان كده، عشان وجود واحد زي محمد شريف ده. انت عندك جميع محاضر مجلس الاداره تم الاحتفاظ بيها وما ضاعتش. ما اصلها انا وانت مش فاضيين، احنا عندنا اشغال كتير قوي. انت عشان بداتها بشكل استراتيجي وبشكل مؤسسي. من اليوم الاول انا مش عاوز اخش في تفاصيل المحضر، ان في تفاصيل كتيره جدا. اول ثلاث محاضر مرتبطين هم تاسيس النادي الاهلي. هنبدا نستعرض ده من الحلقات الجايه ان شاء الله. لكن احنا حابين نتكلم في ايه؟ ان من اسباب انك انت حافظت على تاريخ النادي الاهلي انك جبت من اليوم الاول جبت محمد افندي شريف يوم 8 قعد في القعده، شاف اللي اتعمل، عمل محاضر اللي هتتفاجئ بمفاجأة ان جميع هذه المحاضر السنة الاولى لم تعتمد الا في مارس 1908. انت ده كله بتأسس وبتعمل محاضر وتركن وتعمل اجتماعاتك مفيش نادي لسه، مفيش نادي، انت شغال في الانشاءات. تمام. ما تنساش ان النادي افتتح في 1809. بس شوف انت كنظام مؤسسي تعين محمد افندي شريف محامي صغير لسه خريج،
وكان برضو من طلبة النادي المدارس العليا. أنا عايز أقول لك حاجة كمان مهمة كده قبل ما نختم. إن عمر لطفي قام يعني كمل دوره الرائع، إن هو كان هو كلف بعمل بعمل النظام القانوني أو عمل الوثيقة القانونية لتأسيس الشركة، كلف ده من مجلس الإدارة، وكلف بأنه يكون تقريبا المستشار القانوني للنادي، على الرغم أن هو هو وراء الفكرة، هو صاحب الفكرة الجبارة، بس هو كان المستشار القانوني للنادي ومثل النادي أمام البنوك والهيئات. شوف قام بدور صغير، ده يعتبر دور صغير على الرغم أن هو عمل جبار، بس بيبين لك أنها طارق سليم مره قال لك انا مستعد اشتغل على بوابه النادي الاهلي. انا بس قبل ما نختم احمد شوقي رسى اثنين خلال 20 سنه، من ضمنهم عمر لطفي مصطفى كامل وعمر لطفي. انا عايز اقرا لك بس بيتين من القصيده مهمه جدا عن عمر لطفي. فهو بيقول فيها ايه، يعني سالوا الارض هل زينت للعليم وهل ارجت كالجنان الحفر، وهل قام رضوان من خلفها يلاقي الرضي النقي الابر إلى جنة خلقت لكريم، ومن عرف الله أو من قدر، قفوا بالقبور نسائل عمر، متى كانت الأرض مثوى القمر.